أحال مجلس الشيوخ طلب مناقشة عامة بشأن سياسة وزارة الثقافة نحو استعادة الدور التاريخي لقصور الثقافة والمسارح إلى لجنة السياحة والثقافة والإعلام لبحثه وإعداد تقرير لعرضه على المجلس. جلسة جديدة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ناقش خلالها عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. بدأت الجلسة بالتصديق على مضبطتي الجلستين 26 و 27، تلا ذلك مناقشة طلب مقدم من عدد من الأعضاء بشأن سياسة وزارة الثقافة نحو استعادة الدور التاريخي لقصور الثقافة والمسارح لنشر التوعية الفكرية وتعليم الفنون الثقافية كإحدى الركائز الأساسية لبناء الإنسان. تاريخياً إن الهيئة العامة لقصور الثقافة كان لها بالغ الأثر ودورها الكبير في نشر الفنون والثقافة. هذا الدور نفتقده بشدة في محاربة الفكر المتطرف والإرهابي وأيضاً محاولة تغييب العقل المصري. اليوم أضم صوتي لصوت زملائي بإعادة تفعيل هذا الدور الهام جدا في هذا التوقيت بالذات. احنا الآن بصدد عمل بروتوكول ما بين وزارة الثقافة والمتحدة لتسجيل كل المنتج المسرحي اللي موجود في وزارة الثقافة لنشره عبر وسائل القنوات اللي هي خاصة بالشركة المتحدة. أخيرا بس عايز أقول إن احنا رغم إن قطاع الإنتاج مسؤول عن القاهرة والإسكندرية بمسارح لنادي المسارح المحترفة، مسرح القومي والسلام والكوميدي وكده، إلا إن احنا عندنا فرقة اسمها فرقة المواجهة والتجوال، وهذه فرقة هامة جدا رغم إن كلها شباب. هي الفرقة اللي بدأت سنة 2018 وبتروح ما بتروحش المحافظات في المحافظة نفسها، بتنزل إلى القرى والنجوع. كما أكد عدد من النواب أن قصور الثقافة تعد من أهم المؤسسات ذات الدور التاريخي في تقديم الخدمات الثقافية والفنية، لافتين إلى دورها في توجيه الوعي القومي للجماهير. قصور الثقافة هامة جدا لتنشيط الفن الجيد، الفن الصحيح بين أعضاء المجتمع اللي ما يعرفوش يوصلوا للأماكن المختصة. أنا مقتنع أن احنا نستغل هذا التأثير بشكل إيجابي. إزاي بقى؟ أن إذا كانت الناس متجهة إلى التلفزيون بالشكل القوي ده، طب ما أنا أستغل علاقة المسرح بالتلفزيون. يعني لما يبقى فيه مسلسل نجح للدرجة دي، فأنا أنظم كوزارة الثقافة رحلات لأبطال هذا المسلسل يكون وتستغل القصور الثقافية. وفي نهاية الجلسة تمت إحالة طلب المناقشة العامة والتعقيب إلى لجنة السياحة والثقافة والإعلام لبحثه وإعداد تقرير لعرضه على المجلس، إضافة إلى الموافقة على ما انتهت إليه اللجان النوعية بشأن 19 قرارا آخر.